لانه هيجيب من الانفكشن كله كيس الى السوشيال، الى السوشيال هيجيب منه كيس. الكيس هم الاربعه ما بيتغيروش، يعني ما تظهرش نفسك لو استنيت في الوقت اللي اتضحى بيه ده. عكس الناس متخيل البريز ده دكتور ده هو يقصد هيجيب منه اسئله كبيره. الكيس يا جماعه يا مروه، يا مروه اللي الكوميونيكابل كيس يا جماعه ايه؟ جزء اخذناه في الاول وانتم مش واخدين بالكم بتاع الكارير والكيس والجنرال. الجنرال بتاعه بتاع الكارير ما هو ده سكيل، الكارير والكيس والبريفنشن والكنترول والمود ترانسميشن والكلام ده المقدمه بتاعته. والجزء الثاني امراض، الامراض تعبر منها الكيس، المقدمه تعبر لازم تقعد غصب عنه، لازم تقعد على الاقل اذا كانش سؤالين كمان. يعني المقدمه يا جماعه تعملكم بتاع الكوميونيكابل في الاول دي سؤال واحده. ثم الباقي سؤال، يلا يا جماعه نبتدي بالاسد سلام عليكم. هياخد مني بالظبط كل فصل معين بقى. اللي هيتكلم يا جماعه او ينامني او يحسسني كده بتأنيب الضمير وهو تعبان كده، كل انفكشن هياخد مني خمس دقائق، يعني اللي هيسرع او يموت كده في ثانيه هعرف منه معلومه. يلا يا جماعه. حاضر يا حاضر. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. ما عادش في ابطل من كده اصلا، ده اخر الحياه. يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، انسركس بقى على طول انا صوتي لوحدي انا، انسركس يعني ايه؟ انسركس يعني ايه؟ الانسر يا جماعه صفحه 106، كل مره تاخد خمس دقائق، اللي هيتكلم هعذبه، مش خلاص ما عادش في امل، يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. الانسركس يا جماعه زودوا يا جماعه كلمه بيولوجيكال وور، الحرب البيولوجيه، دي كلمه بيحبها جدا. ايه بقى الحرب البيولوجيه يا جماعه؟ والاسم ده بس اقوله لكم يا شباب صغيرين، الانسركس عايز الريزرفوار بتاعه مهم، السطر التاني يا جماعه قال لك درايف بروسيست سكينز اند هايت، اللي عايزه سكينز اند هايت يعني بيطلع في الجلد بتاع الحيوان وشعره، الجلود بتاعت الحيوان. ثم يا جماعه وبالتالي السبورز تعيش فور ييرز، ما قالش طبعا المعلومه الاهم، يبقى ريزرفوار انيمال ماش مان. يبقى الريزرفوار معنى الجمله يا جماعه انيمال، بزود كلمه انيمال ورايا. ثم المود ترانسميشن حياه او موت، مهمه جدا. استنوا على معلومه يا جماعه قلتها قبل كده استطيار. يا بنات في كل جامعات مصر حتى جامعات المعقده الانفكشن ما يجيش على بعضه. الانفكشن بيجي منه حته، كل انفكشن مميز بحدته بمعنى يعني مثلا في انفكشن بتاع المود ترانسميشن، ده المود ترانسميشن. يبقى مش كل حاجه مهمه، يبقى الريزرفوار مهم والمود ترانسميشن مهم. بيتنقل بكام طريقه؟ ثلاثه، لانه لحظه بقى نص بنات وسبنات، لان البقره بتطلع الجلوكوز في ثلاث اماكن، بتطلعه في السكين فاللي هيلمسها يبقى كونتاكت انفكشن. وهيتاكل بالنفس عشان في نيومونيك انسركس يبقى دروبلت انفكشن، وبيتاكل عشان في انتستنال انسركس يبقى فوت بورن انفكشن. يبقى عندي ثلاث طرق زي جسمك. لحظه باي معلومه ايه اللي خلاك تلمس البقره؟ لو انا مهنتي المس البقره زي الدكتور البيطري هيجي لي المرض بصعوبه صدور. ثم رقم اثنين، في بعض الجلد يا جماعه اللي بيشيل الجلد يا جماعه زي الراجل شايل الجلد، ما هو طالع في الجلد السبورز بتاعته، عشان بيسمى هايت بورترز ديزيز، اسمه مهم جدا، مرض شيالين او حمال الجلد. السطر يا جماعه كيوتينيوس اللي تحت رقم اثنين، تحت رقم اثنين يا جماعه فكره الكلام ده بيضيع وقت. ثم يا جماعه الاعراض بتاعتي عامله ازاي؟ عندي ثلاث انواع منه، ايه وكريكال بيكشر بقى اللي تحت يا جماعه؟ الانواع بتاعتي عامله ازاي؟ عندي ثلاث كريكال بيكشر، كل بالك معايا؟ عندي حاجه اسمها يا جماعه كيوتينيوس انسكس، وعندي حاجه اسمها انتسلم في الجي اي دي، وعندي حاجه اسمها نيومونيك. كله ركز معايا يا بنات عشان الكلام اللي جاي مش سهل، لازم يطلع مذكره مصطفى وبيدلع كمان. ناخد اول حاجه مع الكيوتينيوس يا جماعه، هم كلمتين عايز تكتبهم ورايا. بابيول يعني حبايه، تؤدي الى تتغير يعني تبقى ألسر. الألسر يا جماعه اسمها بلاك ألسر. ليه بلاك يا جماعه؟ عشان كده اسمها الجبهه الخبيثه، لها راس يا جماعه سودا في النص. لا يا جماعه بقعه سودا في النص اسمها بلاك ألسر كده يا جماعه. خلصنا بعد كده يا جماعه البلمونري كارسيتو يا جماعه بيعمل هيموليت ونيومونيا، يعمل نزيف كح دم يعني. بعد كده يا جماعه الجي اي تي بيعمل جاسترو انترايس. لحظه اقول لكم بقى اللي في الكتاب كله يا جماعه، تلخص كام كلمه، هو ثلاث انواع وبيتنقل بثلاث طرق. الانسركس ثلاث انواع وانتوا معانا من على بالي مع ثلاث انواع وبيتنقل بثلاث طرق. هتفتكر الثلاث انواع لوحده يا جماعه، هم مفيش غيرهم اصلا، دروبلت وجي اي تي تمام وسكين كده يا جماعه. خلصنا ده. دي بقى الصفحه اللي بعدها البريفنشن، انا هقوله بطريقتي مش هقول اللي عندكم، لا اقول اللي عندكم حرام عليه يا جماعه، عشان خاطري اعلمكم مهاره عشان كل الامراض. سمع انا عندكم مهاره في السكين بتاع السبيسيفيك بريفنشن، هعلمكم مهاره النهارده بقى بتاع تطبيق الجنرال ازاي لما يخونك في الامتحان. كله بقى بصوا معايا، انا هالف لوحدي، ما والله العظيم اللي عامله معاكم ده عايز سنه عاديه. بصوا معايا، اي بريفنشن عباره عن جنرال وسبيسيفيك واحتمال ازود انترناشونال في الامراض الدوليه. ناخد يا جماعه الجنرال، هل سمعت عن جنرال؟ طبعا. هل سمعت قبل كده عن تطعيم للانثراكس؟ الامريكان كانت وحيده كده في مصر. الامريكان الجيش الامريكاني بس هو اللي صنع تطعيم عشان خاطر الجيش الامريكاني فقط، المواطن الامريكاني لا، عشان الحرب البيولوجيه. يبقى في تطعيم عشان الحرب البيولوجيه. طب ناخد الجنرال بقى محور الموضوع، هالفه ازاي؟ لحظه تيجي اقلب بريسكيم، هقلب بريسكيم وانا راح عندك مكتوبه ازاي؟ اي جنرال بريفنشن عباره عن هيلث اديوكيشن وهيلث بروموشن وسوشيو ايكونوميك ديفلوبمنت وانفيرومنتال سانيتيشن. انفيرومنتال سانيتيشن نتكلم عن الخطوات، قلت لكم مين اهم خطوه في الثمانيه كده باحساسك؟ الانيمال. طب نعمل ايه للانيمال؟ هتلاقي اجراءات الانيمال كده الحيوان مهم مش حد تافه. هجيب له دكتور بيطري والحيوان المصاب، عازله وطعم الحيوان المصاب واللي شغال جنبه يلبس يلبس لابس وطيه، قال لي بره السكيم هيطلع كلمتين. وعشان كده يا جماعه ايه الفرق بيني وبين الكتاب؟ ما بين الفرق بيني وبين الكتاب ايه؟ الفرق بيني وبين الكتاب قال لك اجراءات فور مان واجراءات فور انيمال. انا بقى تحت هتطلع زي بقى
اجراءات فورمال زي الكتاب بالظبط، بس ما نسيت في كلمه فورمال بس كده كل التفاصيل. كتبت هيلسي اديوكيشن ويلبس ملابس واقيه وكله. بقول لك جماعه هذه الطريقه دي السكيم، مش هقول لك صافين بقى اللي بره السكيم اللي عايز يجيبها. اللي بره السكيم رقم بي تحت الكنترول. الجثه اعمل فيها ايه؟ جثه البعض المصابه معاك في الطب البيطري دي الكركس، الجثه الجثه اعمل فيها ايه؟ بص لا رقم بي يا جماعه تحت الكنترول دي اهم واحده اللي بره السكيم يا دكتوره. الجثه اعمل فيها يا جماعه، بص يا جماعه دكتور البيطري يا جماعه لو شك ان في بقره ماتت لازم يحللها. ليه؟ يحللها ليه؟ عايز احسب الوفاه بتاع البقره ايه؟ مزرعه كبيره مش بقره واحده في بيتك كده، ده مزرعه ضخمه جدا وبالتالي عايز احسبها. فبعض الناس تفتح الجثه، قال لك لا لو شكيت في الانسنس اوعى تفتح الجثه، عدل اللي عندي يا جماعه عشان الجثه جواها خليه كامله فيها سيتوبلازم سهله تموت. لو فتحتها هتطلع للبيئه فتحول لسبور صعب تسيطر عليه. عشان ما يحصلش سبيريوليشن للاورجانيزم ما يبقاش سبور ذات. وبالتالي الجثه ناخدها نحرقها هيموت البكتيريا اللي جواها. او تدفنها تحت جير حي في حفره عميقه فوق جير حي هيموت اللي جواها. اما يا جماعه لو خليه سالت تموت، اما يا جماعه لو اتحولت لسبورز مش هتموت بالنار ولا تموت باي حاجه، السبور صعب جدا تموت، السبور صعب جدا تموت، صعبه جدا احنا مع بعض. الجثه يا جماعه قال لك ما تتفتحش ليه؟ عشان ما يحصلش سبيريوليشن للاورجانيزم. امال هنعمل فيها ايه؟ نحرقها يا ندفنها في حفره عميقه وتغطى بلايم بجير حي. تاني معلومه بره الاسكيم يا جماعه، بصوا تحت البريفنشن على فكره هو علام واحد على فكره. الفوضى يا جماعه ايه اتقلب؟ الفوضى مش كنترول. اللي فوق ده بيرفنشن برضه عشان هو تمشي على السكيم هتتلخبط. هو كنترول في انيمال يعني، الفوضى كنترول في انيمال.